الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت تقارير صحفية عن خسائر مالية كبيرة يتعرض لها العراق بسبب توقف عمليات تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي. وأوضحت التقارير أن حجم الخسائر منذ توقف عمليات تصدير النفط في 25 من شهر آذار الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الحقول باتت تعمل بإنتاج منخفض إلى حين استئناف عمليات التصدير والتحميل. وذكرت التقارير أن الشركات العاملة في كردستان العراق ترفض تعديل الشروط التجارية والنموذج الاقتصادي الموقع، وطالبت بضمان الدفع لها مقابل صادرات النفط الماضية والمستقبلية. أفاد مصدر مطلع باجتماع مرتقب بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع المقبل بشأن الدولار وعامل المصارف في العراق. وكانت مصادر حكومية قد كشفت عن اتفاق أبرم مؤخرا بين البنك المركزي العراقي مع الجانب الأمريكي أسفرت عن زيادة عدد المصارف التي يمكنها تعزيز رصيدها بالدولار بصورة مباشرة إلى 10 مصارف. وشهد سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية إثر فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عراقية بعد اتهامها بغسيل الأموال. استحوذ قطاع الخدمات في العراق على أكثر من نصف الأيدي العاملة حسب الإحصائيات عام 2022، وقالت شركة ستات سيتا المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين إن نسبة المشغلين بقطاع الخدمات من مجموع اليد العاملة بلغت 58.91% لسنة 2022، منخفضة عن سنة 2021 التي بلغت 58.95%. وأضافت أن القطاع الصناعي بلغ 21.28% لسنة 2022، مرتفعة عن سنة 2021 التي بلغت 20.77%، ومرتفعة عن سنة 2015 التي بلغت 20.47%. ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية في العاصمة بغداد وفي أربيل. وقال مصدر مالي أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158,150 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي، مضيفة أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159,250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 157,250 دينارا لكل 100 دولار. توقع البنك الاتحادي الألماني أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا في الربع الرابع من عام 2023 الحالي. وأوضح البنك الألماني في تقرير له أنه لا يوجد دليل على تحسن مستدام في النشاط الصناعي العالمي، مشيرا إلى إمكانية التعافي البطيء للاقتصاد الألماني في العام المقبل 2024 مع تحسن مستويات الأجور. الجدير بالذكر أن مكتب الإحصاء في ألمانيا كان قد كشف عن سلبية مؤشر أسعار المنتجين داخل ألمانيا خلال شهر تشرين الأول الماضي، حيث سجل المؤشر انكماشا للشهر الرابع على التوالي بواقع 11% على أساس سنوي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. We'll be right back.
كتاب الموجز إلى اللقاء.